مرحبا، لقد فرغت الآن من قراءة هذا الكتاب جيولوجيا، وهو عن جبال أطلس في المغرب وكيف تشكلت. إنه أمر رائع أن نتعلم. جبال الأطلس. ترتفع سلسلة جبال الأطلس في المغرب العربي من جهة الجنوب فوق الصحراء الكبرى، ثم تنحدر تدريجياً نحو سهول البحر الأبيض المتوسط في الشمال. كيف نشأت هذه الجبال هنا؟ ما الذي دفع قمم الأطلس آلاف الأمتار فوق الأراضي المحيطة بها؟ لنعد بمخيلتنا إلى الماضي البعيد لنرى كيف كونت التغيرات الأرضية هذه التضاريس. كانت القارات تتحرك معاً، وحين يصطدم بعضها ببعض تندفع رواسب البحر إلى أعلى، والتوت الصخور وتحدبت بفعل الضغط الهائل فتكونت جبال الأطلس. كما تسربت المواد المنصهرة تحتها وتكونت البراكين، ثم انفصلت القارات مرة أخرى، وعندما عادت القارات واصطدمت معاً تغيرت سلسلة الجبال مرة أخرى. لقد شقق الجليد الصخور على قمم الجبال فانحدرت الثلوج الذائبة مكونة الوديان. وصقلت الريح أطراف القمم الخشنة، تحمل السيول معها أجزاء من الجبال جلموداً جلموداً وذرة ذرة لتكون تربة للسهول ورملاً للصحراء. وفي المستقبل البعيد قد تطحن الريح والماء جبال الأطلس وتحولها إلى سهول، أو قد تدفع الأرض القمم إلى أعلى من جديد. إن الصخور تروي لنا قصة الأرض، وهي قصة نستطيع أن نواصل قراءتها في تضاريس الأرض الآن وفي المستقبل. هل تذكرون هذه الكلمات؟ القارات، جبل، بركان. هل تعرفون ما هذا؟